بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوحيد والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجع وقفه، وأخرجه ابن عدي في وجه آخر ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه معروف مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث يدل على أن العمرة ليست بواجبة، الحديث الأول، والحديث الثاني يدل على وجوبها، والحديثان ضعيفان لا يحتج بهما ولا يلزم منهما الوجوب، وإنما الدليل على مشروعية العمرة وأنها مشروعة تطوعا، هذا هو الأقرب والله أعلم لضعف الحديثين ولكونهما فيهما مجال للاجتهاد. الحديثان ضعيفان لا يصلحان للاستدلال على الوجوب، وإنما ينظر في غيرهما إذا وجد حديث يدل على الوجوب وهو قوي يستحق العناية فحسن، وأما هذان الحديثان فلا يدلان على الوجوب ولا على عدمه، لا يؤخذ بهما. الأول دل على عدم الوجوب، والثاني دل على الوجوب، وهما كلاهما غير صالحين للاستدلال بهما على واحد من الأمرين. والأول قال: أخبرني عن العمرة، أهي واجبة أو لا؟ والثاني قال: الحج والعمرة فريضتان. فما الفرق بين الفريضة والوجوب؟ قال بعض السلف رحمة الله عليهم: الوجوب والفرض واحد، كلاهما يدلان على ما يلزم الإتيان به. بعضهم فرق بين الوجوب والفرض فقال: الفرض ما ثبت بدليل واضح ملزم قطعي، وأما الوجوب فما ثبت بدليل غير قطعي. معنى هذا أن الفرض أوجب وآكد من الوجوب. نعم، اقرأ. درجة الحديث: الحديث ضعيف موقوف، فالراجح وقفه على جابر، فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه مما للاجتهاد فيه مسرح. هناك فرق بين عربي وأعرابي، فالعربي هو الناطق بالعربية سواء كان في الحضر أو في البادية، وأما الأعرابي فهو ساكن البادية فقط،
سواء كان عربي أو عجمي. يقال أعرابي لأنه ساكن الأعراب وساكن البادية، فهناك فرق بين الأعرابي والعربي. أعراب ساكن البادية، وعربي متكلم باللغة العربية. وأخرجه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن جابر، وأبو عصمة كذبوه كما في إسناده عند أحمد والترمذي. الحجاج ابن إرطاه، وهو ضعيف، وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. وقال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت، إنما هي تطوع. وأما حديث جابر الحج والعمرة فريضتان فلم يذكر المصنف ها هنا من أخرجه وما قيل فيه، والذي في التلخيص أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث أبي لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف. مفردات الحديث: أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب سكان البادية، وجمعه أعراب وأعارب وأعاريب. فريضتان: الفرض لغة الحز، الحز في الشيء، وشرعا ما أوجبه الله على عباده المكلفين، وهو مرادف للواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب بأن الفرض ما شرع بأمر قطعي، والواجب ما وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب بأن الفرض ما شرع بأمر قطعي، والواجب ما شرع بأمر ظني. العمرة اسم من الاعتمار، وهي لغة الزيارة إلى شيء معظم، وشرعا زيارة الكعبة المشرفة لأعمال مخصوصة، جمعها عمر وعمرات. ما يؤخذ من الحديثين: الأول يدل على أصل العمرة الزيارة مطلقة، سواء لشخص يستحق الزيارة أو لا يستحق، وشرعا هي قصد بيت الله الحرام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الأول يدل على أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والثاني يعارضه فيدل على وجوبها وفرضيتها. أما الحج فأمره معروف وتقدم الكلام عليه. ثانيا الحديثان ليس الحج لم يتعرض له المؤلف هنا، لأن موضوعه ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فليس كالعمرة محل خلاف. ثانيا الحديثان ليسا بحجة، لا على الوجوب ولا على الاستحباب لضعفهما. ولذا لقد الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنما هي تطوع، وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة. وقد تقدم بسط الكلام على الخلاف فيها وحكمها والله أعلم. ثالثا يدل الحديثان على مشروعية العمرة، إما وجوبا كما في الحديث الثاني، وإما استحبابا كالحديث الأول. قال الوزير: أجمعوا على أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل. على كل، سواء قيل بالوجوب أو قيل بالاستحباب، الحج كذلك لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. إذا أدى الرجل المعتمر العمرة برئت ذمته، وإذا أدى الحج مرة واحدة برئت ذمته. قال الوزير: أجمعوا على أن الحج والعمرة لا يجبان إلا في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن شرائط الوجوب في حقها كالرجل. قلت: وتزيد المرأة بشرط المحرم. المرأة يشترط لها وجود المحرم
لأنه يحرم عليها أن تسافر مسافة 3 أيام بلياليها إلا بوجود محرم لها يقوم عليها ويرعى شؤونها، لأنها لا توكل إلى نفسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم من يرفع يده بالتأمين على الدعاء إذا دعا الشيخ بعد الدرس؟ رفع اليدين في الدعاء مستحب في أي حال من الأحوال، يستحب للمرء أن يرفع يديه عند الدعاء. القطعي، ما الفرق بين قطعي وظني؟ القطعي هو ما دل عليه القرآن، هذا يقال له دليل قطعي. وأما الدليل الظني فهو ما ثبت في السنة الصحيحة. والأولى أن يقال ليس بينهما فرق، الواجب والفرض كلاهما مستحب الإتيان به، والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا أثيب فاعله وعوقب تاركه فهو ثابت في السنة، وإذا لم يثبت في السنة فلا يقال عنه إنه واجب. يقول السائل: هل يجوز لعن المعين للمظلوم؟ يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا ثبتت مظلمة شخص لشخص فله أن يتكلم عنه وأن يسبه وأن يلعنه، لكن عليه أن يتأكد بأنه ظالم له، لأن كثيرا من الناس يتصور في كل شيء إذا أتى له أحد بخلاف ما يريد أنه ظالم له، وليس هذا حقيقة، وإنما الحقيقة أن يثبت ظلمه. فإذا ثبت ظلمه فلا بأس عليك أن تتكلم عنه بسوء، وإن تجاوزت وسمحت وغفرت فهو خير لك. فالمسامحة لأخيك المسلم مطلوبة شرعا، والله يثيبك على ذلك. وأما إذا أخذت بحقك فلا بأس عليك، لكن كونك تسامح أخاك المسلم خير لك، والله يعوضك خيرا. فلن يضيع حقك أبدا، إن سامحته عوضك الله كثيرا، وإن لم تسامحه فالله يعطيك حقك كاملا. يقول السائل: التصوير قد كثر في هذا الزمان خاصة في الحرم والمشاعر المقدسة، فما الذي يجوز من هذا التصوير وما الذي لا يجوز؟ لا يبيح الحرام كونه كثرا ويستعمل في كل مكان، فالحرام حرام والصحيح صحيح، ولا يجوز للمسلم التصوير. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح،
وليس بنافخ، لا يستطيع نفخ الروح فيها، وإنما يحرم عليه أن يصور، فالتصوير حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح. وليس بنافخ يعني لا يستطيع نفخ الروح فيها، فيحرم على المسلم التصوير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول السائل: رجل حج واعتمر وبعد الحج ارتكب الفاحشة، فما الواجب عليه؟ الحج صحيح إلا إن ارتكب مكفر، يعني يظن يكون بسببه كافر، فيبطل الحج وغيره. وأما ما لم يكفر فالحج صحيح، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه وبدنه عن الكفر والضلال. والواجب على المسلم إذا حصل منه معصية أو فاحشة أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية. وكلما حصلت منه عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. يقول السائل: هل يستغفر الخطيب والمأمومون في أثناء جلسة بين الخطبتين؟ يجوز للمرء أن يستغفر أو أن يسأل الله جل وعلا ما أراد من خيري الدنيا والآخرة حال سكوت الإمام عن الخطبة، سواء كان الإمام موجود وسكت عن الخطبة الأولى وقبل أن يبدأ بالخطبة الثانية، أو غير موجود لم يبدأ، أو جاء وجلس على المنبر ليبدأ بالخطبة الأولى. كل هذه الأحوال يجوز للرجل أن يستغفر الله ويتوب إليه، سواء كان الإمام موجودا أو غير موجود. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن نفسي وأعتمر عن غيري في سفرة واحدة؟ يجوز للمسلم أن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، كما يجوز له أن يعتمر لنفسه ويحج عن غيره، إلا أنه لا يجوز له أن يؤدي الحج أو الاستمرة العمرة ما لم يحج عن نفسه أو يعتمر عن نفسه، فعليه أن يحج عن نفسه أولاً. فإذا حج عن نفسه له أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن غيره. يقول السائل: ما أحسن كتاب في شرح المصطلح؟ مصطلح الحديث كتبه ليست بكثيرة، فعليك أخي أن تقرأ الكتاب الذي تدركه وتعرفه، لأنها تحتاج إلى إيضاح بالنسبة لتنوعها، فعليك أن تقرأ الكتاب الذي تعرفه وتترك الكتاب الذي لا تعرفه.
يقول السائل: هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة إذا ذكر ذلك الخطيب؟ يشرع للمرء أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، سواء كان الإمام في الخطبة أو لا، حسب ما يتيسر له، علما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغل وقتا طويلا، ولا يخشى منها أن تهوت على المستمع سماع الخطبة ما لم يرفع صوته بهذا فيشغل المستمعين. يقول السائل: ما الحكم إذا قلنا لبعضنا من يغتب منا فعليه أن يقوم بدفع قيمة العشاء؟ يحسن من مسلم أن يجتنب الغيبة، فالغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، ولا يكفرهما كون الإنسان يقدم العشاء له أو لغيره، بل يجب عليه أن يحذر ذلك، فالغيبة مذمومة، غاب إذا تكلم في عرض المسلم فإنه لا يفلح، سواء قدم العشاء لأصحابه أو لم يقدم شيئا. يقول السائل: امرأة جاءت للحج وحاضت قبل أداء طواف الإفاضة ورجعت إلى بلادها من دون طواف، فهل حجها صحيح؟ عليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد وقت طويل، عليها أن تعود بعمرة وتعتمر ثم تطوف طواف الإفاضة بالحج، يلزمها ذلك حتى يتم حجها. يقول السائل: هل يأثم الطائف إذا قبل الركن اليماني أو التزم الكعبة أو تكلم في الطواف أو زاحم عند الحجر أو أسرع في الطواف أو ترك الركعتين بعد الطواف؟ إذا قبل الطائف الركن اليماني فلا ينبغي له ذلك، ولا يقال إنه ارتكب معصية، لأن هذا يدل على شفقته ومحبته لتقبيله، لكنه لا ينبغي له مثل ذلك. وإذا تكلم في الطواف فلا بأس عليه، لكنه لا ينبغي أن يتخذ الطواف متحدثا في حول الكعبة، بل يجتنب كثرة الكلام، ولا ينبغي للطائف أن يزاحم عند الحجر الأسود، وإنما إن وجد فرصة قبله واستلمه، وإن لم يجد فرصة سار وتركه، ترك الركعتين بعد الطواف، لا بأس على المسلم بهذا، لأن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة مستحبة لا يأثم المرء بتركهما. يقول السائل: ما حكم القول بأن يقال كل القوانين الوضعية كفر بالله؟ القوانين الوضعية فيها تفصيل، لا يجوز للمرء أن يحكم بكفر من قننها أو من استعملها، كما لا يجوز أن يحكم بسلامته منها، وإنما هي متفاوتة، فإن كان القول والعمل هذا بالقانون كفر فهو كافر،
وإن لم يكن كذلك فليس بذلك. مثال ذلك إذا رأى أن القوانين الوضعية أحسن من الشرع فذلك كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه القوانين تختلف وتتفاوت، ولا يصح للمسلم أن يحكم على كفر أحد بقول عام، وإنما يجب عليه أن ينظر في نظر تفصيل. يقول السائل: العقيقة هي واجبة أم مستحبة؟ العقيقة واجبة مع القدرة على ذلك، إذا رزق المرء ابنا أو بنتا فله أن يعق عنهما عقيقة مستحبة مؤكدة مع القدرة واليسار، وأما إذا كان غير قادر فلا بأس عليه. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين نية الطواف والجلوس للشروق؟ يستحب للجالس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أن يستغل جلوسه فيما ينفع وما يقرب إلى الله جل وعلا من قراءة للقرآن أو ذكر لله أو استغفار أو الطواف أو غير ذلك من الأعمال المشروعة. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب يحفظ القرآن واشتغل بطلب العلم وفرط في كتاب الله؟ ولم يخطئ إذا اشتغل بحفظ كتاب الله وضم إلى ذلك القراءة وقراءة التفسير والحديث ونحو ذلك من العلوم، فيستحب للمرء أن ينوع في عمله ويطلب العلم من جميع الوجوه ولا يقتصر على وجه من الوجوه، لأنه إذا اقتصر على وجه من الوجوه ما حصل على الفائدة المطلوبة، فعليه أن يتعلم العلم كاملا، يخصص بعض وقته للحفظ وبعض وقته للقراءة وبعض وقته لقراءة الكتب وطلب العلم وغير ذلك. يقول السائل: هل يجوز ذكر الله في الصلاة بعد عند قراءة القرآن؟ يستحب للمسلم أن يذكر الله جل وعلا ويكثر من ذكره سواء كان في الصلاة أو خارجها، ولا ينسى ذكر الله جل وعلا. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم؟ هذا وعد كريم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأنهم يتقلبون في هذه الحال في روح وريحان وجنة نعيم. يقول السائل: ماذا نفعل تجاه جماعة من الإسماعيلية وهم قربنا؟ عليك أخي أولا أن تعلم أن ليس كل من انتسب إلى جماعة أو معتقد أو قول أنه يعتقد ذلك كاملا، فقد يكون الرجل يقول: أنا من جماعة الإسماعيلية،
وهو لا يعتقد قولهم ولا يصح عنده ولا يعمل به، فعليك أخي ألا تحكم على الرجل بسوء صنيع لم يصنعه ولم يعمل، فعليك أن تتقي الله جل وعلا ولا تحكم إلا على المرء بما عمله، فكل إنسان مسؤول عما يعتقده ويقوله. فبعض العامة لا يدري هو من الإسماعيلية أو غيرهم، كما قلنا لواحد من العوام يا أخي عسى ألا تكون من أهل البتن والبدعة، قال لا أدري أنا من الذين يقولون هكذا إذا صلوا، إذا ضموا أيديهم إلى بطونهم وصدورهم، ما يدري عن البدعة ولا غيرها، فأمره إلى الله هذا. وعليك أخي أن تبعد نفسك عن الحكم على شخص بشيء لم يعمله هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم والبصيرة بالدين والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.